سجلت مملكه البحرين حصيله قياسيه في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 6659 حاله قائمه جديده ليرتفع العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 36649 حاله. منها 88 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و11 حالة في وحدة العناية القصوى هذا وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 2814 حالة إضافية